هنروح مع حضراتكم الموضوع تاني. مبادرة حياة كريمة بتحقق خطوات كبيرة في محافظة سوهاج، خاصة في مشروع تبطين الترع اللي قدرت انها تنهي حتى الآن تبطين 75 ترعة في وقت قياسي للغاية، ده غير طبعا انه دلوقتي بنشتغل على 110 ترعة تانيين بنسبة تنفيذ تتخطى 60%. نتائج ملموسة ظهرت في أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بمحافظة سوهاج، حيث تم الإعلان عن الانتهاء من تبطين 75 ترعة بطول 337 كيلو و100 متر بشكل نهائي، بجانب أنه جاري العمل في 110 تانيين بنسبة تنفيذ 62.3% من إجمالي أعمال المشروع. بتستهدف محافظة سوهاج تبطين عدد 215 ترعة بإجمالي أطوال 638 كيلو و107 متر، وده بتكلفة 2 مليار و64 مليون جنيه. المشروع بيعمل على ترشيد الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الري وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق بمختلف المناطق، وده طبعاً مع مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ. وعلى مدار اليوم بتجري عملية المتابعة المستمرة للأعمال اللي بيجري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات، وده لأهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع واللي بيمثله من نقلة حضارية في قطاع الري. خلينا في تفاصيل أكتر عن مشروع تبطين الترع في سوهاج. معانا عبر التليفون المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني لو في البداية توضح لنا حجم أعمال المرحلة الأولى من مشروع تبطين وتأهيل ترع محافظة سوهاج. هو في الأول عايزين نحكي على المشروع عامة. الهدف بتاع المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع هو الحفاظ على حصة مصر المائية. معروف أن احنا في مصر دولة أحادية النفط، حصتنا ثابتة من المية، عدد السكان كبير، فلازم أن احنا نقدر مشروع قومي بيهدف تقليل الفوائد المائية المهدرة من خلال شبكات الترع. ده بيؤدي التبطين بيؤدي لسرعة زيادة سرعة المية في القطاع المائي للوصول للنهايات وتقليل فرص نمو الحشائش. لأن احنا عندنا تحدي في الزمن القادم، هو تحدي ندرة المية، لأن احنا تحولنا فعلا في جمهورية مصر العربية من سياسة الرفاهية في استخدام المية لسياسة الندرة في استخدام المية. فلازم الدولة والشعب يتكاتفوا مع بعض لترشيد استهلاك المية في الترع بتاعتنا وفي الري. بكل تأكيد. بالنسبة للمشروع ده داخل محافظة سوهاج، احنا عملنا على 185 ترع بإجمالي أطوال 541 كيلو، بتستهدف زمام 107,000 فدان و206. تم بالفعل نهو 75 ترع بنسبة 100% وجاري العمل في 110 ترع. إجمالي الأطوال اللي تم الانتهاء منها 337 كيلو بتكلفة مليار و86 مليون جنيه. جال العمل في باقي الأطوال بتكلفة حوالي 638 مليون جنيه. وبرضه في محافظة سوهاج جاري طرح 110 كيلو بتكلفة 403 مليون، عشان يكون إجمالي الأطوال داخل محافظة سوهاج حتى تاريخه 650 كيلو بتكلفة 2 مليار و127 مليون جنيه، بإجمالي زمام 135 ألف فدان. طيب باشمهندس، هل العمل بيسير وفق ما هو مخطط ليه في المحافظة؟ ومن المقرر احنا ننتهي امتى من تبطين الترع في المحافظة؟ والله بالترع احنا لسه الخطة بتاعتنا لحد 2024، لكن احنا تزامنا يعني بنحاول نسبق الزمن ان احنا نخلص المشروع بتاعنا، وان شاء الله ماشيين بخطوات واثقة وخطوات ناجحة، وجميع السادة المهندسين داخل محافظة سوهاج بيتكاتفوا مع بعض الوصول للهدف المنشود في الانتهاء من جميع الاعمال التبطين الموجوده داخل محافظه سوهاج. طيب يا فندم، يعني هل في شروط معينه لازم تتوفر في اختيار الترع اللي بيتم اعاده تاهيلها؟ هو طبيعي احنا بنشتغل، احنا نظام الري في محافظه سوهاج ري منوبات، يعني بنظام ري ثلاثي. عندنا دور عماله 5 ايام اللي هو بتبقى المايه مفتوحه فيه في الترعه، وفي دور بطاله 10 ايام. فالترع اللي بنختارها هي اللي عليها نظام الري الثلاثي، لان في عندي ترع تيار مستمر اللي هي الترع المغذيه والترع الرئيسيه دي ما اقدرش اهلها، فاحنا بنشتغل في القطاعات اللي هي من 5 متر واقل، الترع 5 متر واقل. طيب باشمهندس، ردود فعل المزارعين ايه على الترع اللي تم تبطينها حتى الان؟ طبعا
طبيعي يا فندم المزارع كان بيعاني معاناة شديدة عشان المية توصل له للنهاية في خلال أدوار العمالة في الخمس أيام. احنا دلوقتي الحمد لله بنقدر من أول يوم المية بتوصل للنهاية في جميع الترع اللي تم تبطيلها، وشايفين حضرتك في الصور حجم المية وشكل المية ونظافة المية. وكمان مفيش مشاكل بين المزارعين على مين يروي الأول؟ لا طبعا المية فعلا بتتفتح من البوابة في الفم بتوصل للنهاية خلال ساعات. طيب يا فندم، يعني الحقيقه انه يعني مشروع تبطين الترع في سوهاج مش بس معني يعني باعاده تاهيل الترع، ولكن ايضا بيوفر فرص عمل. عايز اعرف من حضرتك يعني حجم فرص العمل اللي وفرها هذا المشروع. طبعا المشروع ده بيتم داخل جميع القرى في محافظه سوهاج وجميع المراكز. فالطبيعي اي شركه بتستفيد او بتاخد العمال اللي موجوده داخل القريه، وبالتالي وفر فرص عمل كبيره جدا لعدد كبير من العماله، سواء في اعمال الدبش او في اعمال الارنقه او في اعمال الخرسانات، وده فعلا اتاح فرص عمل كبيره داخل محافظه سوهاج. بالمناسبه انا كنت عايز انتهز هذه الفرصه العظيمه ان انا ابتدي احط حته توعيه للمزارعين. انا قلت الاول احنا بنحكي في سياسه ندره ميه، وفعلا صدر قرار وزاري بالتحول للري الحديث. فالموضوع ان احنا بنرش استهلاك كوزاره ري بنرش استهلاك الميه بمشروع التبطين. انا عايز احافظ على كميه الميه اللي عندي. برضه لازم المزارع يبتدي يحافظ على الترع دي. اولا نوعيه الميه دي حضرتك شايفها في الصور نوعيه الميه عامله ازاي. لازم الناس تغير سلوكها في موضوع القاء مخلفات الزراعيه او القاء مخلفات المنازل داخل المجال المائي، لان انا التبطين ده بيهدف لايه؟ يهدف الى تقليل اعمال التطهير. انا مش عايز تطهير، انا بقلل فرص نمو الحشائش. ما عنديش طمي تاني هيطلع من داخل القطاع ده بعد تبطينه، وهنستفيد من كل نقطه ميه. نضطر ان احنا ننظف الترع تاني من قمامه اللي داخل المجال المائيه ومن المخلفات الزراعيه. في توعيه لجميع المزارعين ان هم يبتدوا يحافظوا على ترعتهم دي بتاعتهم ملكهم، يحافظوا عليها عشان نقدر نوصل ميه بالقدر المناسب في الوقت المناسب وبالنوعيه المناسبه المظبوطه للناس. عظيم. حضرتك قلت انه الاعمال بتتم في كل قرى المحافظه، هل ده يعني ان احنا بنتكلم في القرى اللي فيها حياه كريمه فقط هي اللي بيتم فيها اعمال تطهير الترع وتبطينها، ولا شغالين في كل قرى المحافظه بشكل عام؟ هو عموما حياه كريمه في محافظه سوهاج 7 مراكز، لكن احنا شغالين في معظم المراكز اللي موجوده في محافظه سوهاج. عظيم يا فندم، كل الشكر لحضرتك المهندس مجدي ابراهيم وكيل وزاره الري بسوهاج. شكرا جزيلا ليك يا فندم.